بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نتقابل في تاني مادة في الثانوية العامة وهي الجيولوجيا. الجيولوجيا أصغر من الأحياء وما فيهاش لف ودوران في الأسئلة قد كده، الكلام بتاعها مباشر. وزي ما قلت لكم قبل كده، قلت لطلبة السنة دي اللي امتحنوا من أسبوع، الجيولوجيا هتيجي عادي جدا، وفعلا جت عادي. يعني الجيولوجيا ما فيهاش عيوب يا أستاذ؟ لا طبعا، الجيولوجيا علم الأرض، بيدرس في صخور الأرض، فلازم الكلام بتاعها يبقى مجعلص صخور. الجيولوجيا بتدرس الأرض والصخور الحجر، فبيبقى كلامها حجر. بس احنا مجبرين نحفظه الكلام ده هو بتخيل طبعا وفهم، علشان نعرف نكتب. وانت هتلاحظ بقدر الامكان انا بنديك التخيل وبنعرفك طريقة الحفظ بحيث ما تنساش بقدر الامكان. يبقى يا جماعة في تخيل، في فهم، وراه حفظ. حفظتها بفهم طبعا، مش ناقصك ولا حاجة، بمشيئة الله الستين في جيبك. طيب علشان ما نطولش، يبقى انت عرفت اهو. وبرضه بنقول المذاكرة من المذكرة أو كتاب المدرسة. المذكرة هي كتاب المدرسة زي ما قلت في الأحياء، ولكن في المذكرة مرتب لك المعلومة بحيث تبقى سهلة الحفظ وسهلة طبعا اللي تذكره. فللمرة الأخيرة لو حد بيسمع جديد، مذكرة الأحياء عند السوبر ماركت اللي جنب بيت اللي اسمه هاني. مذكرة الجيولوجيا عند السوبر ماركت اللي جنب بيت اللي اسمه الأستاذ هشام. لازم تحط المذكرة قدامك وأنا بنشرح وتشوف أنا بنقول إيه. وبعد ما ينتهي الشرح ادي لنفسك تلت ساعة، هتلاقي نفسك حافظ الدرس زي اسمك. واعمل زي ابني الأخير، أنزه واحد في الثانوية العامة، قضى حياته في الثانوية العامة، بيذاكر أول بأول، بيعيد أول بأول. فأنا عندي ماتش كورة، حاجزين ملعب، روح العب. هو مسمع لك دروس كلية؟ أنا هنقعد على النت ساعة، اقعد. أنا عندي مسابقة كرة طايرة تبع مركز الشباب في طنطا. يا راجل ده قبل امتحان الثانوية العامة بعشرة أيام بأسبوعين، كان في مسابقة كرة طايرة تبع مركز شباب الدلنجان في طنطا، وهيبيتوا ثلاث أيام، روح. طب ليه كان نزيه كده وبيروح وبيلعب؟ لأنه بيذاكر أول بأول وبيعيد أول بأول، مفيش حاجة متراكمة عليه. فهنا يا شباب، أنت لو ذاكرت أول بأول مفيش حاجة تركبت عليك وبقيت تراجع تراجع تراجع، هتقضي سنة نظيفة في الثانوية العامة ما فيهاش أي توتر نفسي عصبي. طيب نبدأهم في الجيولوجيا. بدأ الراجل يعرف علم الجيولوجيا، عرف علم الجيولوجيا هو علم الأرض الذي يتناول
كل ما له علاقة بالأرض، أي حاجة خاصة بالأرض وحندرسها بقى اسمها علم الجيولوجيا. فعلم الجيولوجيا هو علم الأرض الذي يتناول كل ما له علاقة بالأرض. يعني يتناول الأساس، يعني يدرس. طب ما تقولها لنا على طول يدرس، نقول لك لا، أنا نتكلم بأسلوب كتاب المدرسي، عشان لما تكتب بقيت نموذج الإجابة، بقيت زي نموذج الإجابة للمدرس بصحح فيه. هو علم الأرض الذي يتناول كل ما له علاقة بالأرض. بمعنى أنا درست مكوناتها، بقيت علم جيولوجي. أنا درست ثرواتها، بقيت علم جيولوجي. أنا درست ظواهرها إلى آخره. أي حاجة هتدرس فيه الكرة الأرضية بقى اسمها علم الجيولوجيا. لا، يبقى محفوظ من دراكتي يا ولد. ما المقصود بعلم الجيولوجيا؟ علم الأرض. خلاص انتهت المشكلة. هو علم الأرض الذي يتناول، يعني بيدرس كل ما له علاقة بالأرض، تاريخها، حركاتها، مكوناتها، ثرواتها، ظواهرها. يبقى أي حاجة خاصة بالأرض هي اللي بنسميها علم الجيولوجيا. طيب، إيه هي الظواهر التي يفسرها علم الجيولوجيا؟ ايه الظواهر اللي بنقول من ضمن دراسات ظواهره؟ ايه الظواهر اللي هيفسرها علم الجيولوجيا؟ واحد، اختلاف التضاريس على سطح الارض من مكان لاخر. ايه التضاريس ده يا استاذ؟ الأشكال الطبوغرافية اللي على سطح الأرض. لسه مش فاهمك يا أستاذ. مثل الجبال والهضاب والتلال والسهول. يبقى أول حاجة بيفسرها علم الجيولوجيا، اختلاف التضاريس على سطح الأرض من مكان لمكان آخر، زي الجبال، الهضاب، التلال، إلى آخره. طيب، تاني حاجة بيفسرها علم الجيولوجيا، اختلاف عمق البحار على سطح الأرض. إزاي؟ بعضها ضحل. كلمة ضحل في اللغة العربية يعني غير عميق، غير عميق، ده اسمه بيقول على ضحل. وبعضها يصل عمقه 11,000 متر. بعض البحار والمحيطات عمقها بيوصل ل 11 كيلو. انزل تحت كده بغواصه 11 كيلو عمرك تجيب القاعه. والمكان ده مش عليك بس، بس برضه تبقى عارف هو فين. في المحيط الهادي امام جزر الفلبين. الفلبين ده في شرق اسيا، دي أغوط حتة على سطح الأرض. بيفسر لي إيه كمان علم الجيولوجيا؟ ثوران البراكين في نطاقات معينة.
وبعضها يخمد ثم يبدأ نشاطه من جديد. برضو علم الجيولوجيا بيفسر ثوران البراكين في نطاقات معينة، يعني في أماكن معينة على سطح الأرض. البراكين مش في كل مكان، البراكين بتبقى عند نقطة التقاء الألواح التكتونية اللي تحت الأرض، وده هتاخدها بالتفصيل، فأنت مش خدش بالك بيه. ثوران البراكين في نطاقات معينة، يعني في أماكن معينة على سطح الأرض. وبعضها يخمد، تلاقيه بعد ما سكت ثم يبدأ نشاطه من جديد، وده هتاخد ايه في الباب الثالث، ان في براكين بتثور باستمرار بصفة مستمرة، بركان سيترومبولي بإيطاليا، وفي براكين بتثور ثم تخمد ثم يبدأ نشاطها من جديد، زي في بركان أتنا في جزيرة صقلية. هناخد الكلام ده بالتفصيل، بس الكلام ده تبقى عارف من دلوقتي انه بيفسر ثوران البراكين في نطاقات معينه، يعني اماكن معينه على سطح الارض، بعضها يخمد ثم يبدا نشاطه من جديد. بيفسر لنا ايه كمان؟ بيفسر لنا الزلازل التي تدمر قرى ومدن بأكملها. بيفسر لي الزلازل اللي ممكن تدمر مدن بأكملها وقرية بأكملها، وهتاخدوا الزلازل في الباب الرابع بالتفصيل. طيب بيفسر لي ايه كمان؟ بيفسر استخراج الثروات المعدنية والثروات البترولية من سطح الأرض. بفسر استخراج البترول والثروات المعدنية من الأرض. شكرا. يبقى نكتبها هنكسر على الآخر ليه؟ نكتب استخراج الخامات المعدنية والثروات البترولية والغاز الطبيعي من سطح الأرض. الحفظ صعب يا أستاذ، يقول لك لا، الظواهر هتفتكر خمس كلمات، هيفكرك بالشرح ده كله. يبقى وأنت بتذاكر، بعد ما تذاكر تقول التضاريس، عمق البحار، البراكين، الزلازل، استخراج. هو غالبا بيبقى على الثلاثة بس، بس هنحفظهم خمسة. يبقى الواد الجدع بيقول الظواهر ده تهريج ولعب عيال، التضاريس وعمق البحار والبراكين والزلازل والاستخراج والزلازل والاستخراج. ما انت لما تفتكر التضاريس هتفتكر الشرح. اختلاف التضاريس على سطح الارض من مكان لاخر، مثل الجبال والهضاب والتلال والسهول والوديان. عمق البحار، ما انت هتفتكر اختلاف عمق البحار على سطح الارض، فبعضها ضحو غير عميق وبعضها يصل عمق 11,000 متر. البراكين هتفتكر ثوران البراكين في نطاقات معينة، وبعضها يخمد ثم يبدأ نشاطه من جديد. تمام. طيب بعد كده الزلازل، بيفسر الزلازل التي تدمر قرى ومدن بأكمله. استخراج الخامات المعدنية وزيت البترول والغاز الطبيعي، بقى حفظها سهل.
فاللي هيحفظها ورايا النهارده من التهريج تضاريس عمق البحار البراكين الزلازل استخراج. الراجل بعد ما عرف لي الظواهر التي يفسرها علم الجيولوجيا بدأ يعرف لي أفرع علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا العلماء بيبحثوا فيه ويجيبوا معلومات يجيبوا معلومات. علم الجيولوجيا كبر فبقى له فروع، فحنبدأ ناخد أفرع علم الجيولوجيا. 9 أو 10 تعريفات لازم تحفظهم. طيب يبقى دي اهو في تعريف الاول ودي في السنه المسلمين دخل هو اول سؤال. السؤال الاول الف ما المقصود بعلم الجيولوجيا؟ يبقى هو علم الارض الذي يتناول كل ما له علاقه بالارض، تاريخها مكوناتها ثرواتها ظواهرها الى اخره. تعالى لافرع علم الجيولوجيا. اول حاجه الجيولوجيا الطبيعيه. اول ما نفتكر اول ما نسمع الجيولوجيا الطبيعيه نفتكر العوامل الخارجيه والداخليه التي تؤثر على الصخور بتاعة القشرة الأرضية. يختص بدراسة العوامل الخارجية والداخلية وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب. هذا تعريف الجيولوجيا الطبيعية. مش فاهم يا أستاذ، يقول لك بسيط. هذا الكرة الأرضية في هنا هواء اسمه غلاف هوائي بيعمل رياح بتاكل الصخور، يبقى دي عوامل خارجيه اهو. وفيه البحار والمحيطات الميه غلاف مائي على سطح الارض. هتاخد ان البحار والمحيطات والمياه بتاكل في الصخور، يبقى دي عوامل خارجيه. يبقى دي خارجية. جوه في حرارة كامنة في باطن الأرض 5000 درجة مئوية، وفي ضغط مرتفع جدا 5 مليون ضغط جوي بتفرق في بطن الأرض، بتسبب زلازل بتسبب براكين. يبقى دي نقول عليها عوامل ايه؟ داخليه. الجيولوجيا الطبيعيه بتختص بدراسه العوامل الخارجيه والعوامل الداخليه وتاثير كل منهما على صخور هذا الكوكب. ده اللي ما حفظهاش ورايا دلوقتي بقى مخه تخين. أول ما نسمع على جيولوجيا طبيعية عوامل خارجية وداخلية بتأثر على صخور القشرة الأرضية، بتأثر على صخور هذا الكوكب. يبقى كده الولد اللي بيذاكر وراه عارف أول ما نسمع الجيولوجيا الطبيعية عامل خارجية وداخلية تقوم تفتكر على طول. وهو يختص بدراسة العوامل الخارجية والعوامل الداخلية
وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب. ثاني فرع من فروع علم الجيولوجيا جيولوجيا المعادن والبلورات. معادن يبقى بيبحث في أشكال المعادن، دي بتعمل عنوان معادن جيولوجيا المعادن، يبقى بيبحث في أشكال المعادن. وطبعا هندرس خصائصها الفيزيائية والكيميائية. طب والبلورات، وهندرس أنظمتها البلورية في الباب التالي. هتاخد إن فيه بس عشان تفهم الشكل البلوري المكعبي في الباب التالي، الشكل البلوري المعيني في الباب التالي، الشكل البلوري دي رباعي، معلش رباعي، دي الشكل المعين القائم اللي جاله السنادي. هذه اسمها صور الأنظمة البلورية. طب يلا بقى نكتب التعريف قبل ما تستحيلني. يبحث في أشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية. جيولوجيا المعادن أهو يا ولد أهو انت حفظتها من دلوقتي يا بني آدم. يبحث في أشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية. أصبح كده يا بني الحفظ سهل وبطريقة بسيطة ومتخيلة. طيب نيجي بعد كده ناخد جيولوجيا المياه الأرضية. مياه أرضية يبقى بيبحث في كل ما يتعلق بالمياه الأرضية، كيفية استخراجها من باطن الأرض والاستفادة منها في الزراعة. محفوظة من دلوقتي أهي. جيولوجيا المياه الأرضية. يبحث في كل ما يتعلق بالمياه الأرضية وكيفية استخراجها والاستفادة منها في الزراعة. يبقى إذا دي محفوظة من دلوقتي يا بابا والله. مياه أرضية يبقى بيبحث في كل ما يتعلق بالمياه الأرضية، كيفية استخراجه والاستفادة منها في الزراعة. الفرع الرابع الجيولوجيا التركيبية. جيولوجيا تركيبية يبقى تركيب، يبقى فيه في التعريف تركيب، يختص بدراسة التركيب والبنيات. يعني بنيات يا أستاذ إيه الأشكال التي تتواجد على الصخور؟ يختص بدراسة
التراكيب والبنيات الأشكال التي تتواجد على الصخور. حط شرطة عشان ما تتلخبطش، وحط واو، والناتجة بتأثير العوامل الخارجية والداخلية. تعال بقى نفهمك بالراحة. العلم ده بتلاقي ان العوامل الخارجية والداخلية بتأثر على الصخور، يقوم يظهر على الصخور تراكيب وأشكال. أهو العلم اللي يدرس التراكيب والأشكال اللي حبان على الصخور واللي جت من العوامل الخارجية والداخلية نقول عليه جيولوجيا تركيبية. يبقى أنت فهمتها ماشية إزاي يا بابا؟ العوامل الخارجية والداخلية بتأثر على صخور القشرة الأرضية، بيخلي يبان عليها تراكيب وبنيات، تراكيب وأشكال. أهو العلم اللي هيدرس التراكيب والبنيات اللي هتتواجد على الصخور، أهو دي اسم الجيولوجيا التركيبية. بنحفظهم كلمتين يلا بالعنوان. جيولوجيا تركيبية، تراكيب وبنيات. يبقى بابا تلاحظ ان انا بنفهمك وبنحفظك وما بتتعبش في الحفظ، لان انا اللي بنتعب، انا اللي بنعيدها 3 4 مرات. طيب يبقى انت عارف عوامل خارجيه وداخليه هتاثر على الصخور، هيبان عليه تراكيب واشكال. العلم اللي هيدرس الكلام ده اسمه جيولوجيا تركيبيه. يبقى تعالى بقى لطريقه الحفظ. الجيولوجيا التركيبيه، تركيبية، تراكيب وبنيات. يختص بدراسة التراكيب والبنيات التي تتواجد على الصخور والناتجة بتأثير القوى الخارجية والداخلية التي تعمل باستمرار على سطح الأرض. أمال الفرع الخامس يا أستاذ؟ علم الطبقات. ده بيجي على طول في الثانوية العامة. أول ما نشوف علم الطبقات نفتكر كلمتين: القوانين والظروف. شكل اتحفظ التعريف على كده. طيب فهمني، ما انا هفهمك يا بني ادم، انا بنعرفك فن الحفظ. علم الطبقات نفتكر قانون الظروف، هتلاقي نفسك بتقول يختص بدراسة القوانين والظروف المتحكمة في تكوين هذه الطبقات. إذن يختص بدراسة القوانين والظروف المتحكمة في تكوين الطبقات الصخرية وكمان وأماكن ترسيبها. يبقى احنا كده أخذنا علم الطبقات، خدنا 5 كده. طب ايه رايك نبدا نجمعهم مع بعض؟ الجيولوجيا الطبيعيه هنفتكر العوامل الخارجيه والداخليه. يختص بدراسه العوامل الخارجيه والداخليه وتاثير كل منهما على صخور هذا الكوكب. جيولوجيا المعادن والبلورات، معادن تبقى أشكال المعادن، يبقى يبحث في أشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية. جيولوجيا المياه الأرضية، لا ده دي محفظة جاهزة،
يبحث في كل ما يتعلق بالمياه الأرضية وكيفية استخراجها والاستفادة منها في الزراعة. جيولوجيا تركيبية، تراكيب وبنيات يابية، يختص بدراسة التراكيب والأشكال التي تتواجد على الصخور والناتجة بتأثير القوى الخارجية والداخلية التي تؤثر باستمرار على سطح الأرض. طبقات القوانين والظروف، القوانين والظروف، يختص بدراسة القوانين والظروف المتحكمة في تكوين هذه الطبقات الصخرية وأماكن ترسيمها. طيب هات لنا بقى السادس، علم الأحافير. أكيد وكنت مش واثق، أنت فاكر في أولى ثانوي خدنا الحفريات. الحفريات بقايا الكائنات اللي ماتت واندفنت في الصخور الرسوبية. حيوان في القاري مات واندفن في الصخور الرسوبية هيتبقى العظم بتاعه بقاياه، ادي الحفرية. يبقى علم الأحافير هيدرس بقايا الكائنات الفقارية واللافقارية وبقايا النباتات اللي اندفنت في الصخور الرسوبية واللي هنعتمد عليها في تقدير العمر الجيولوجي. هتاخدها في آخر الفصل. الحفرية المرشدة ممكن تعرفني عمر الصخرة دي 20 مليون سنة ولا 30 مليون سنة. فعلم الأحافير بعرفني العمر الجيولوجي للصخور والظروف اللي تكونت فيه الصخور. ده انت شتتنا يا استاذ. لا يا ابني، علم الأحافير بقايا، يبقى هو يبحث في بقايا او يختص بدراسه بقايا الكائنات الفقاريه واللافقاريه والنباتيه اللي موجوده في الصخور الرسوبيه واللي بنعتمد عليها في تقدير العمر الجيولوجي للصخور. طب نكتب يختص بدراسه بقايا الكائنات الفقارية واللافقارية والنباتية التي توجد في الصخور الرسوبية واللي هنعتمد عليه في تقدير العمر الجيولوجي. يبقى دي كده خلاص يا شباب، أحافير بقايا. يبقى هو الذي يختص بدراسة بقايا الكائنات الفقارية واللافقارية والنباتية اللي بتوجد في الصخور الرسوبية واللي هنعتمد عليه واللي هتحدد لي العمر الجيولوجي للصخور والظروف اللي تكونت فيه الصخور. نيجي بعد كده ناخده علم البترول. طب ما هو معروف يا لدي، هيبحث في كل ما يتعلق بزيت البترول، هيبحث في نشأة زيت البترول. هتاخدها في الباب الثالث، صخور المصدر، صخور طينية بيتكون فيها زيت البترول. وبعد ما يتكون في الصخور الطينية بيهاجر في المسام والخروم بتاعة الصخور الرسوبية لغاية ما تخزن في أماكن. أهو يبقى علم زيت البترول بيبحث في نشأة زيت البترول وهجرته وتخزينه. أهو يا منى،
يبحث في كل ما يتعلق بزيت البترول، نشأته وهجرته وأماكن تخزينه. يبقى كده عدم البترول ساهل. الجيو كيمياء، الجيو كيمياء يا خايب التعريف واضحة، بيختص بدراسة الجانب الكيميائي للصخور. ما هو جيو يعني جيولوجي يعني صخور، كيمياء يعني كيمياء، يبقى يختص بدراسة الجانب الكيميائي للصخور. هيدرس ايه يا استاذ؟ لازم تكون رد تفهم، مش الكيمياء بتدرس عناصر؟ يبقى هيدرس توزيع العناصر على القشرة الأرضية، مش بيدرس الخامات المعدنية هتاخد الهيماتايت واللمونايت والمجنيتايت في الكيمياء، العناصر الانتقالية النوع الأول كيمياء اسمها خامات الحديد. فعشان الجيوكيمياء بيبحث في نوع ونسب الخامات المعدنية. يبقى إذا هنا يا جماعة اللي يقول لك الأستاذ سامة أبو منظور بحفظ مش على حق، أنا بالفهم، أنا بنفهمك أهو، وده بعد فين يجي الحفظ بقى؟ يقوم لما جالك التعريف ده في الامتحان تكتبه بضفرك. جيوكيمياء أهو يختص بدراسة الجانب الكيميائي للصخور. زي ايه يا استاذ؟ ما قلنا الكيمياء عناصر، يالا جدول الدوري للعناصر وتوزيع العناصر في صخور القشر الارضية. وما تنساش انا من ضمن الكيمياء الخامات المعدنيه خامات الحديد، ونوع ونسب الخامات المعدنيه. شكرا. يبقى اللي ما حفظوش ورايا دلوقتي مخه زنخ. ما هو جايو كيمياء دراسه الجانب الكيميائي للصخور والمعادن، مش الكيمياء عناصر، وتوزيع العناصر في صخور القشرة الأرضية. مش الكيمياء في خامات معدنية، يبقى نوع ونسب الخامات المعدنية. أكثرهم نجي اللي جاية بقى، جت يا ما أعرف يا مصطلع علمي يا اختار من بين الأخواس. الجيو فيزياء، علم جيو فيزياء. الفيزياء بتفيدني في الأجهزة، فالأجهزة هتبحث لي في باطن الأرض عن الثروات المعدنية والثروات البترولية. الثروات البترولية والخامات المعدنية، السرعة والزمن والانعكاس. أنا هنعمل جهاز هيطلع موجات هتنتشر في باطن الأرض، هتنعكس من على الخامة المعدنية وترجع. بواسطة السرعة وبواسطة الزمن ممكن نحدد المسافة. أدي وظيفة الجو زيادة. يبقى يبحث في أماكن تواجد الثروات البترولية والخامات المعدنية بعد الكشف عنها بالأجهزة الكاشفة الحساسة. خلاص ما تحفظش في سنة وفهمت لك بالراحة. أنا بنبحث عن أماكن تواجد الخامات المعدنية والثروات البترولية،
بالاجهزه الكاشفه الحساسه اللي حيصنعها لعلماء الفيزياء. اخر حاجه عشان ننهي درسي لاني تعبت، ناخذ الجيولوجيا الهندسيه. واضح ان انت تختص بدراسه الجوانب الميكانيكيه والهندسيه لصخور القشره الارضيه. طب ندرس الكلام ده امتى؟ الخواص الميكانيكيه والهندسيه لصخور القشره الارضيه عند انشاء المشروعات الجيولوجيه الهندسيه الكبرى زي السدود، زي الانفاق نفق الشهيد احمد حمدي وغيره، وزي الخزانات خزان اسوان لما اتنشا. ده علماء الهندسه المتخصصين في الجيولوجيا والهندسه هم اللي بيعملوا الكلام ده. واوعى تفكر العلم ده يعني ملوش قيمه. راجل ما يعرفش حاجه ما بين اسكندريه ومطروح، كان عنده حته ارض قال حنبني عليها استراحه علشان اللي مسافر من اسكندريه لمرسى مطروح يحول يريح فيها يشرب حاجه ولا كده. وبدل استشاره اي حد بدا في البلاد خمس ادوار، ما عداش اربع شهور الا كان دور فيهم اندفن، الارض نزلت، الارض غير مستقره، وهو ما يعرفش الكلام ده. ما عداش خمس ست شهور الدور الثالث خسف بالارض. جمال عبد الناصر قبل ما يعمل السد العالي جمع علماء الجيولوجيا على مستوى جمهورية مصر العربية وقال لهم أنا هنبني سد، حددوا لي المكان اللي يصلح إن أنا نبني فيه السد. درس الصخور من أول وادي حلف عند حدود السودان لغاية القاهرة. له أنسب مكان أسوان، له مشكلة إن آثار النوبة بحيرة حد إيه؟ هتغرقها، والمياه زي ما هتغرقها، مش عارف نحكي لك. المهم السد لغاية دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه اعتمد على الجيولوجيا الهندسية. دراسة الخواص الميكانيكية والهندسية عند إنشاء المشروعات الهندسية كالخزانات والأنفاق والسدود والقناطر. كده الحمد لله نكون انتهيت من الحصة الأولى. زي أنا ما بنبذل المجهود يا ابني أنت كمان ابذل مجهود، مجهودي مع مجهودك هيوصلك للستين بظفرك. طيب دول حفظهم صعب يا أستاذ؟ لا، لو ذكرتهم ورايا دلوقتي مش صعب، لأنك معلم كل تعريف بكلمة ولا اتنين. الجيولوجيا الطبيعية العوامل الخارجية والداخلية، فافتكر يختص بدراسة العوامل الخارجية والداخلية وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب. جيولوجيا المعادن والبلورات، معادن بأشكال المعادن، هتفتكر على طول يا ولد. يبحث في أشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية. جيولوجيا المياه الأرضية الذي محفوظ، بيبحث في كل ما يتعلق بالمياه الأرضية وكيفية استخراجها والاستفادة منها في الزراعة. جيولوجيا تركيبية، تركيب وبنيات، بنيات على أشكال، يختص بدراسة التراكيب والبنيات التي تتواجد على الصخور الناتجة بتأثير القوى الخارجية والداخلية. طبقات، قوانين وظروف، يختص بدراسة القوانين والظروف المتحكمة في تكوين هذه الطبقات وأماكن ترسبها. أحافير، بقايا، يختص بدراسة بقايا الحيوانات الفقارية واللافقارية والنباتية في الصخور الرسوبية والتي
نحدد بها العمر الجيولوجي للصخور وظروف تكوين الصخر. علم البترول لا سهل، بيبحث في كل ما يتعلق بنشأة زيت البترول وهجرته وأماكن تخزينه. جيو كيمياء يختص بدراسة الجانب الكيميائي للصخور والمعادن وتوزيع العناصر في صخور القشرة الأرضية وتحديد نوع ونسب الخامات المعدنية. جيوفيزي بيبحث عن أماكن تواجد الثروات البترولية والخامات المعدنية في بطن الأرض بعد ما نكشف عنها بالأجهزة الكاشفة الحاسة. الجيولوجيا الهندسية زي ما قلنا بتختص بدراسة الجوانب الميكانيكية والهندسية لصخور القشرة الأرضية عند إقامة المشروعات الهندسية كالسدود. كده ينتهي درسنا النهاردة الحمد لله. يبقى بكرة الساعة 4:15 هنبدأ برضه نبدأ قبل العيد الحصة الثانية في الأحياء. هناخد الدعامة في الإنسان، الجهاز الهيكلي في الإنسان إن شاء الله. فنتقابلوا بكرة الساعة 4:15 إذا حيانا المولى. شكراً.